التفكير ضمن الإطار المادي والمعادلات المادية مرفوض من الناحية الشرعية. نحن نعتقد أن وراء هذه المعادلات المادية توجد هنالك إرادة ربانية عليا، مو فقط في هذه القضية، في كل الحياة وفي كل شأن من شؤون الحياة هنالك بعض الأفراد تفكيرهم تفكير مادي. هذا غلط من الناحية الشرعية. توجد هنالك إرادة قاهرة، توجد هنالك إرادة فوق كل شيء. الثقة بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا في القرآن الكريم تأكيد على قضية التوكل؟ المتوكلون يقتحمون عادة، عندهم حالة اقتحام. منطق المعادلات المادية لا يأذن بذلك، ولكن منطق المعادلات الغيبية يقول اقتحم وأقدم. المؤمن قلبه قوي بالله سبحانه وتعالى، كيف يقول أنا أعمل؟ ولكن أيضا أنتظر الرحمة الإلهية.